من دبي وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الساتلايت المحلل السياسي الدكتور جاسم خلفان. بعد التحية دكتور، وثائق اتفاق الرياض الذي عقد عام 2013 و2014 بين دول مجلس التعاون كان اتفاقا من المفترض طبعا بمقتضى أن تتوقف قطر عن كل ما يهدد أمن واستقرار الخليج، وعلى الرغم من تعهدها تعهد قطر بالالتزام بتلك البنود إلا أنها عملت على نقيض ما ذكره اتفاق 2013 والاتفاق التكميلي 2014. ما تعليقك دكتور؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أنا بختصر الموضوع في جملة بسيطة. نعم. لا تلعب مع الكبار، إن تركوك ضعت وإن ضغطوك هلكت. الحقيقة قطر تريد أن تقول للعالم أنها بريئة، برأت الذئب من دم يوسف عليه السلام، رغم كل الحقائق الموجودة على أرض الواقع والتي جاءت من الغرب قبل العرب وتؤكد دعم قطر إلى الإرهاب، إلا أن قطر ما زالت تهرول إلى الأمام، تظن أنها تستطيع أن تضحك على العالم. فاللعب مع الكبار، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، هذه الدول كبيرة في كل شيء قياسا بالنسبة إلى قطر. بدأت العملية ترويضية منذ 2013 وحتى الآن. نعم. لم تستجب قطر لكل تعهداتها، فلما رفضت في الفترة الأخيرة الانصياع للشروط أو الطلبات المقدمة كان هناك توجه آخر، وكان يعني محتمل أو متوقع أن ترفض كل هذا. فابتدت الدول الأربع تأتي بما يثبت للعالم ويؤكد ما سبق أن تكلموا فيه، هذه الوثائق التي يعني وقعت باليد وأمام الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وبحضور قائد الدبلوماسية يسمون العود في الخليج صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، بحضوره الشخصي وبطلبه السابق لمواصلة الحل وفي الوقت الحالي. فكل ما تنكره قطر هو حقيقة دامغة تدين كل تصرفاتها. نعم دكتور، لذلك إذن الآن هي خطوة من الخطوات التي ست نعم تفضل. نعم إذن كما نعم ذكرت تفضل. بأن من إحدى هذه الوثائق يعني هو توقيع الأمير تميم بن حمد أمير قطر ووزير خارجيته آنذاك محمد العطية على بند طبعا يعطي الحق لدول مجلس التعاون إجراء تدابير لحفظ أمنها القومي في حال عدم التزام قطر بما جاء في هذا الاتفاق. طبعا لماذا اليوم نجد قطر تتباكى وهي من وافق على هذا البند في الأساس؟ أول لماذا اليوم هو أول الكبار الأربع الكبار. نعم. لما وجدوا هناك بعض الضعضعة في التوجه الأمريكي، أمريكان يريدون حقائق على الأرض، فبالتالي سبقت الحكمة أن تنشر كل هذه الأدلة التي بخط اليد تنشر لصانع السياسة الأمريكية تيلرسون ووزارة الخارجية ليرى بعينه ويتأكد أن هذه حقائق موجودة في سجلات دول الخليج، أنهم لم يتجنوا على هذه الدويلة بل مشوا معها لصغر سنها وحجمها وكل ألاعيب السياسة التي تمارسها الفئة التي تدير السياسة في قطر. لابد أن يضعوا هذه الوثائق أمام العالم كله حتى يعرفوا أننا احنا في دول الخليج ومع جمهورية مصر العربية لم نكن نسعى إلى إيذاء قطر، بل كنا نأمل، كان القيادة الرشيدة في هذه الدول تأمل أن تأخذ قطر إلى طريق الصواب، إلى طريق السلم، وتبعد عنها كل ما حطت نفسها فيه. الآن نعم. قطر ما زالت تكابر وتصر على العناد، والغبي أنها تستطيع بهذه الحركات أن تقنع الآخرين بأنها مظلومة وأن هذه الممارسات التي تمارسها هذه الدول جائرة ولا تتبع لا قانون ولا أي روابط. الحقيقة أن كل ما تدعي باطل، وكل ما يخرج من أمانة الأربع دول هذه يدين قطر ويؤكد عليها أنها أنت اتجهتي منذ تقريبا 1995 منذ انقلاب حمد بن خليفة على أبي، وهذا شر انقلاب في التاريخ، أنت تتجهين إلى
التوجهات كلها تصب في الآخر إلى شيئين. نعم إلى أن دكتور جاسم، اليوم دولة قطر تتعلل بالسيادة الوطنية، خاصة بعد أنها لم تلتزم أو ببعض البنود فيما يتعلق بدعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين مع بنود أخرى عديدة لم تلتزم بها قطر. اليوم تتعلل قطر بأن هذا يمس السيادة الوطنية، ألا يعد ذلك تناقض في سياسة حكومة قطر واعتماد سياسة نقض العهود؟ نعم، هو هذا يصب في كل ما ذكرت سيدتي. نعم. ولكن نأخذها بجملة بسيطة، تنتهي حريتي عندما تصل إلى حريات الآخرين. بالطبع. فإذا أخذنا من هذا الجانب، أي حرية لقطر أو سيادة أو كرامة إذا كانت تسعى لتدمير منطقة بأكملها، كيف تكون سيادة والحرية وأنت تأتي بمجرمي إرهابي العالم وتضعهم على أرضك ثم تضعهم على شاشات تلفازك وتسندهم بالمال وبنشر الكلمة؟ فبالتالي قطر تدين نفسها بنفسها، تثبت للعالم أنها فعلا تحتضن كل الإرهابيين، أثبتت للعالم أنها تقوم بالصلح بين الإرهابيين وبين الدول التي تطالب بهم. فالحقيقة واضحة لا تحتاج إلى من يشرحها ويعللها، أن قطر كان منحاها أن تكون دولة عظمى وكل ما يتطلب أن تكون في الدول العظمى لا يوجد في قطر، فهي البوصلة أخطأت واتجهت إلى خارج السرب وتآمرت على هذه الدول المحيطة التي هي تشكل لها الحزام الأمني اللي يحميها، ولكن ما زالت السياسة في قطر سياسة أطفال لا علاقة لهم بواقع الحال. فبالتالي كل ما ستقوم به سينتهي للفشل، نتوقع لها أن تعود خاضعة ثم تعود لرشدها صح وبعد فوات الأوان، ولكنها ستعود لأن ما زال حكماء الخليج يسعون إلى أن تنجو قطر مما وضعت نفسها فيه. وبالتالي كل تخبطات وتصرفات الغريبة العجيبة التي ينعق بها كل المستأجرين، كما ذكروا 23,000 ناعق موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي. فبالتالي نستطيع أن نصل إلى أن مهما عملت قطر ومهما قدمت من أكاذيب لن تصل إلا إلى نهاية ضد مصلحتها وضد مصلحة الشعب. نعم. لا يهمنا كل تصرفات الإدارة، بل يهمنا الشعب القطر الخليج أن يبقى بين أشقائه في الخليج ومع الدول العربية. هذه الإدارة نستطيع أن نسميها يعني في نهايات التاريخ كل الطغاة ينتهون إلى لا شيء. نعم. يا أما أن ينتحر أو يتم القتل أو نعم. فضل. اليوم الدول فضلي. يوم مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وجمهورية مصر قد أصدرت بيانا طبعا مشتركا شددت فيه على أن المطالب 13 هي في مجملها ما تضمنه يعني بيان 2013 و2014، ومع ذلك لم تلتزم الدوحة بهذه البيانات. كيف تقرأ هذا البيان الذي تم إصداره اليوم؟ البيان هذا يصدر حتى اللقاء الذي سيكون غدا مع وزير الخارجية الأمريكي. نعم. أن احنا كدول لا نخترع طلبات كل يوم تعجيزية، هذه الطلبات سبق وتم طرحها وتلخص في 3 طلبات هي كلها إجمالا، تلخص في الجانب السياسي الذي لازم أن يتكلم للعالم بما هي المشكلة وما هي الأبعاد اللي حواليها، تلخص بأن تكف قطر عن دعم الإرهاب والإرهابيين، تتوقف قطر عن تدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية، أن توقف ما يسمى قناة الخنزيرة والجزيرة، فهي مطالب وإن تعددت في عددها 13 لكنها مرتبطة ارتباط كلي بحيث توقف كل هذه المهازل التي تمت، تدخلت في الشؤون الداخلية للدول، تآمرت على قلب أنظمة الحكم، تآمرت على اغتيال بعض الحكام ولله الحمد أنجاهم الله. فكل هذه المطالب ما زالت موجودة، ويعني الدول هذه لم تجنح إلى أن تدعي بمطالب أخرى أكثر قساوة أو أكثر شدة، بل هي تكرر ما تم الاتفاق عليه بين 2013 و2014، هو نفس الحالي الذي تطالب به. البيان هذا يؤكد أن احنا ما زلنا مستمرين على نفس النهج، وأننا نعم. حتى للضيف الأمريكي الذي جاء كي يصلح أو ما يعني يصرح هو وبريطانيا بأنهم يحبذون أو يدعمون توجهات صاحب السمو أمير الكويت
في رأب الصدع في حل هذه المعضلة التي وجدت بسبب السياسة الخرقاء لأطفال إدارة قطر. نعم. وبالتالي ما زالت يعني دول الخليج مع الصلح، مع يعني المحافظة على شعب قطر وعودة قطر إلى الصف الخليجي. نعم. والعربي حتى تنجو مما وضعت نفسها فيه. نعم، من دبي المحلل السياسي الدكتور جاسم خلفان، شكرا جزيلا لك.